احنا درسنا مع بعض تاريخ احمد عرابي ومصطفى كامل. فاضل الصفحة الاخيرة هقضيها معاكم، الدرس الاخير. اوصيكم تكونوا مع المدرس الجديد زي ما كنتوا معايا بالظبط. اوصيكم بالعلم. ايه يا صلاح؟ لا يا ابني، ده بالعلم مش بالدموع. واحب اقول لكم حاجه، انا بيتي مفتوح لكم في اي وقت يا اولادي. العلم مش في المدرسه بس، العلم في كل مكان. قيام تعظيم سلام جلوس. تفضل يا حضرة الناظر. أنا قلت إن أنا عارف. استنى يا أستاذ عبد الله، أنت رايح فين؟ هو مش خلاص يعني؟ خلاص إيه يا راجل؟ استنى أنا عايزك. الأستاذ صابر مدرس التاريخ الجديد. أنا في الحقيقة مش عارف أبتدي إزاي، لكن أنا بفتخر إن أنا واحد من تلاميذ الأستاذ عباس، ويمكن ده العذر الوحيد اللي يخليني أدخل الفصل وأحل محل أستاذي. باسم المدرسة والأساتذة الأوفياء وطلبتها، أقدم هذه الهدية الرمزية ترجمة لمشاعرنا جميعا. سلام عباس افندي.
ايه مالكم؟ بتبصلي كده ليه؟ ويعني عمركم ما شفتوا واحد طلع على المعاش؟ اجيب لك تفطر؟ لسه بدري. تعالي جنبي. تعالي. سنين طويلة ما فطرتش في البيت. خلي الواحد صحته بقى تتحسن كده. صحتك بالدنيا يا سي عباس. ايوه. واسمع انا بقى. وابقى زي ذكر البط اللي بتزغطيه بقالك شهر. وتذبحينا احنا الاثنين على العيد. الف بعد الشر عليك يا سي عباس. يا اولاد. واقفين ليه؟ اقعد يا ولد. اقعدي يا بنت. ما انا ما بقاش في حاجة عندي اعملها دلوقتي غير كده. ايوه كده اضحك. صحتك بالدنيا يا عباس. مالك يا دولة؟ مفيش يا بابا. بسمة. اصل كنت فاكرك زعلانة. طول ما حضرتك ملي علينا البيت مش ممكن ازعل. بابا احنا كبرنا وحضرتك اديت رسالتك ناحيتنا. فعلا يا ابني. انا فاكر كويس قوي يوم ما اتجوزت امك. واحدة من المعازيم ما قالت على جارتها وقالت لها عنده 40 سنة وهيتجوز بكرة ياخد المعاش ويخلف ويخلي ولاده ويسرحوا ويشحتوا له. اخصليل عنها. كان معاها حق. اللي زيي ما كانش له جواز. ليه بقى؟ ما كل المدرسين اللي زيك عملوا كده علشان يحوشوا لهم قرشين. لو كانوا انصفوهم ما كانش حصل اللي حصل. ايوه. ولا ايوه. ليه رجعت بدري؟ انا ما طقتش اقعد بدري في المدرسه اول ما عرفت ان حضرتك مشيت. قصدك تقول انك زوغت. انا اسف يا بابا. ما هو الاستاذ عباس بقى هيفوت المره دي. الاستاذ عباس هيفوت المره دي؟ الاستاذ عباس يفوت لتلامذه يهربوا من المدرسه؟ انا عندي تلامذه تهرب من المدرسه؟ قصدي يعني ابني انا يهرب من المدرسه؟ ايه يا بابا؟ ما انا تلميذك. بحفضل على طول تلميذك يا بابا. عباس ما نمتش ليه يا عباس؟ أنا متهيألي لو قعدت في البيت بعد كده يوم واحد هموت. يا أخويا ألف بعد الشر عليك. إيه الأفكار الوحشة دي؟ ومين اللي قالك إنك هتقعد في البيت؟ أنت مش قلت لي بكرة رايح تسوي المعاش؟ أنا من بكرة هنزل أدور على شغل. طب والمعاش؟ يبقى يطلع وقت ما يطلع. ما هو لو ما جريتش فيه مش هيطلع. أنت فاكر الأستاذ كباب لما دخل 7 دخات؟ شهرين ثلاثة مش مهم. ما هو لو ما لقيتش شغل في الشهرين ثلاثة دول هنموت من الجوع. ما أنا لازم أشتغل. أنا لسه بصحتي. هم عايزين يموتوني ناقص عمر. قوم نام، قوم نام واهدى بالله. حرقة الدم دي مش كويسة علشانك، ولادك عايزينك. قصدك إيه؟ قصدي إن الزعل ده هيجيب لك العاية. قوم يا أخويا، قوم ربنا يهديك، قوم، قوم نام. طب لقمة صغيرة علشان خاطري. يا بهية. انت برضه صدقت ان هيجي عليا يوم وافطر في البيت؟ اشوف مين. ما هو يعني مش معقول يعني هشيل كشف من كل اللي خارجين على المعاش. اتفضل يا شيخ كباب. اتفضل. ايه يا راجل؟ ده انت باين عليك خارج. بقى يا راجل افوت عليك في المدرسه يقولوا لي خرج خلاص. خرج على المعاش ولا خرج من الدنيا؟ فلا الله ولا فالك. ما تفتكر لنا حاجة حلوة على الصبح. ليه يا شيخ كباب؟ الاتنين زي بعضيهم. لا لا لا، وبكرة تشوف. إن ما كنتش تقول إلهي ما يرجع الأيام دي ومحلاها عيشة الحرية ما بقاش كباب. بقول إيه؟ أنا كنت فاكرك نايم بالعسل نوم. أتاني كده باين عليك وراك مشوار. يلا بينا. يلا. يلا. إيه؟ وهتقول إنك رايح تشوف المعاش. ما يبقاش جنبك حامي كده من اولها.
ده يوم الحكومة بسنة هنجدد. والله يا شيخ كباب أنا كنت نازل أدور على شغل. بتقول إيه؟ شغل؟ أدور على شغل. أيوه أسيبك أنا بقى. يا راجل أنت هتفضل طول عمرك دماغك ناشفة. تعالى اتعرف على الحتة وشوف الناس واشرب لك فنجان قهوة وابقى امشي. أهو لو زهق تبقى تميل علينا. لا سيبني وحياة والدك. لا 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 تعال تعال تعال. تعالى بقى نمضي في الكشف. كشف إيه؟ كشف الحضور والانصراف. الله يجازيك يا شيخ كباب. انت فاكرني بهزر. بتقول ايه؟ شغل؟ ادور على شغل. ايوه اسيبك انا بقى. يا راجل انت هتفضل طول عمرك دماغك ناشفة. تعالى اتعرف على الحتة وشوف الناس واشرب لك فنجان قهوة وابقى امشي. اهو لو زهق تبقى تميل علينا. لا سيبني وحياة والدك. لا 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 تعال تعال تعال. تعالى بقى نمضي في الكشف. كشف ايه؟ كشف الحضور والانصراف. الله يجازيك يا شيخ كباب. انت فاكرني بهزر. شايف اللي قاعدين دول يا عباس افندي؟ خلي فيهم واحد كده يغيب ولا يتأخر تلاقيهم كلهم مشغولين عليه. يعني كل دول جالهم الجواب اياه وروحوا الله لا يرجعكم. اكيد اللي كتب الجواب ده عزرائيل. مظبوط يا عبد سميع. اهلا وسهلا عباس افندي. اخيرا عباس افندي على النعاس. على الواحد مش متعود عليها. زي ما يكون بيارة ناعي بنفسه في صفحة الوفيات. توفى إلى رحمة الله الأستاذ فريد جناوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفلان وفلان يطلبون لآل الفجيد الصبر والسلوان. أديك يا سيدي جبت سيرة البط جه ينط. بقالنا شهرين القهوة ما تزفرتش. الراجل مروح امبارح يفط من القهوة زي الغزال. وجرنا لك يا عبد السلام أفندي. إيه رايح فين يا أستاذ عباس؟ القهوة جاية. عباس افندي مفيش فايده. احنا كده نقعد نلف وندور لحد ما نهمد بعدين تيجي النهايه. روح يا عباس برضه مسيرك القهوه. اسف استاذ عباس احنا في اخر عام الدراسي. ان شاء الله في الموسم الجديد يكون ليك مكان معانا. سيب عنوانك عند السكرتير. شكرا يا الشغل بكرة هيدور علينا. انت بس اللي مستعجل. انت عارفة كبير بقى طه بقى ايه؟ الولد على وش جامعة والبنت دي مالها بنتك دي زي القمر والف من يتمناه. بس لو كانت كملت تعليم هنرجع تاني لحكاية زمان. اصل عايز اقولك ايه يا بهية المعاش لما يطلع. يا ريتك بتدور عليه الا شاغل نفسك بحكايه الشغل دي ودي حكايه طول شرحها. السلام عليكم.
يا حكايه الحرب دي مش هتخلص بقى، الدنيا ولعت. ممكن يا فندم اسال المعاش بتاعي فين؟ طب هتلر بيحارب في شرشه، طب واحنا مالنا؟ مالنا ازاي يا فندم؟ احنا مع شرشه في معاهده، ما هي دي مساوئ الاستعمار يا ابني. طب وانت مالك يا اخي؟ هو حد كان سالك؟ مال ازاي مش حضرتك بتقول واحنا مالنا؟ بكلم نفسي يا اخي. انا اسف يا فندم، اسف، حقك عليا. بس انا بقى بدرس تاريخ. افتكرت لما حضرتك تسال لازم اجاوب. مدرس تاريخ؟ كنت مدرس تاريخ. طب قول كده بقى، وطلعت على المعاش؟ وجاي اشوف معاشي فين. طب اسال حسن يا فندم. حاضر. معاشي يا عبد حضرتك؟ مش فاهم يا فندم. ايه يعني معاشي في السقف فوق؟ بتنكت حضرتك؟ لا يا فندم، ما اصل بتشاور كده، ما فهمتش والله. يعني ايه؟ يعني فوق يا فالح، اطلع فوق يا بيه. انا كنت فوق وقابلت 7 موظفين زي حضرتك وكلهم قالوا لي انزل تحت. وش معنى انا اللي مش عايز تسمع كلامي؟ خلاص اسمع كلامك يا فندم، حقك على، بس ما تتنرفز ما تتنرفز. اطلع فوق يا بيه، وامري لله امري لله. اللهم حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الواحد يعمل ايه مع الاشكال اللي زي دي؟ وهشوف ان شاء الله كده ربنا اكرمنا. يعني مش اول دور، هيطلع 6 جنيه في الشهر. يعني صعبان عليك هو 6 جنيه؟ تصوري بعد الخدمه دي كلها. ما مش عايز حاجه، يبقى يجي لو عايز بتفسح قلب من كلاب البهوات. كان زمان المعاش بتاعك بقى اكتر من 6 جنيه. اه راح نقول كده كل يوم الساعه 8 الصبح، كان انما الناس بقت طرشه. حتى لو كنت بنت هناك وادي الجزم عذابي، ما لقيتش منهم حد من تلامذتك. تلامذتي؟ ما بقاش ناقص غير الحرب. وعلى كده كل حاجه تغلى، المعاش طلع قد ايه؟ حتى الجزمه وانت هتصلحها. لا والتجار ان شاء الله كده لو ربنا اكرمنا هيطلع 6 جنيه في الشهر. جزمتي نعل ولا نص؟ 6 جنيه؟ لا صواري لوز الخدمه دي كلها. انت لو كنت بتفسح كلب من كلاب البهوات كان زمان المعاش بتاعك بقى اكتر من 6 جنيه. ازاي؟ اه الرحاله بيقول كده كل يوم، انما الناس بقت طرشه. الجزمه قلت لك يا راجل بطل لعبي. طبعا لا لقيت الشغلانه ولا المعاش طلع. الحرب بكره كل حاجه تقلب قوي، حتى الجزمه وانت هتصلحها. لا والطوبه تصدق يا استاذ عباس، انت وجنازه مش انا من طايق قوي. جزمتي احنا ناس مربيين افاضل نعل ولا نص؟ وياما خرجنا اجيال.
ويجب لوزة ان احنا نتعامل احسن من كده. لكن تقول السلام إيه؟ عليكم. احنا بننفخ في قلب مقطوع. بس ازاي خرج يا مولانا؟ خرج يا دبي. خرج ايه الجزمة؟ قلت لك يا راجل بطل لافت. طبعا لا القلب الشغلانة ولا المحل الشغلانة. لما حكوا قوي تصدق يا استاذ عباس اني بتطيقك. احنا ناس مربيين افاضل وياما خرجنا اجيال. يا دولة احنا بننفخ في قربة مقطوعة. دولة شوفي مين بيخبط. خرج يا مولانا. خرج ايه؟ خرج انا مش هكمل تعالي. كفاية التوبة انت بتقول يا زي يعني ايه ما تكمل؟ ايوه بابا هشتغل بالتوجيهية. ده كلام فارغ يا ابني. انا مش عايزك تجيب سيرة الموضوع ده تاني ابدا. فاهم؟ يا دولة اشتغل يا دولة شوفي مين بيخبط. ليه يا حبيبي كده؟ وانا قلت ايه؟ بابا حرام عليك يا زكي. هو الشغل حرام؟ انت جناح كانك بتقول انه مش قادر يصرف عليك فعشان كده هتشتغل. يا حبيبي ده احنا مخبيين عليك خايف عريس دولة علشان ما يزعلش اكتر. يا ماما يا ماما لازم نكون واقعيين. انا مش هكمل. نص شبان البلد بيشتغلوا النهارده بالتوجيهية وما بيكملش الا بتقول ايه يا زكي؟ القادرين. يعني ايه ما تكملش؟ ايوه بابا هشتغل بالتوجيهية. ده كلام فارغ يا ابني. انا مش عايزك تجيب سيرة الموضوع ده تاني ابدا. فاهم؟ اشتغل يا ابني. ليه يا حبيبي كده؟ وانا قلت ايه؟ حرام عليك يا زكي. هو الشغل حرام؟ انت جرحته كأنك بتقول انه مش قادر يصرف عليك وعشان كده هتشتغل. يا حبيبي ده احنا مخبيين عليه حكاية عريس دولة علشان ما يزعلش اكتر. يا ماما وانت بتعرفش. يا ماما لازم نكون واقعيين. اعرف منين؟ نص شبان البلد بيشتغلوا النهارده بالتوجيهية. سبحان الله وما بيكملش الا اخر مرة قاعد معانا على الترابيزة دي بيترحم على روح المرحوم فريد جناوي. شوف شوف النهارده راح فين. عبد السلام ايوب تعيش انت. يا هي الدنيا جرى فيها ايه؟ راح في شربة مية طب وسط عياله ساكت بعد العشاء. مضى في كشف الانصراف وانصرف. في ايه يا شباب؟ محدش مخلد يا عباس. ما تعرفش؟ اعرف منين؟ هو حصل حاجة؟ سبحان الله كان جاء اخر مرة قاعد معانا على الترابيزة دي بيترحم على روح المرحوم فريد جناوي. شوف شوف النهارده راح فين. عبد السلام ايوب تعيش انت. يا هي الدنيا جرى فيها ايه؟ راح بشربة مية طب وسط عياله ساكت بعد العشاء. مضى في كشف الانصراف وانصرف. محدش مخلد يا عباس يا اخويا. وصلنا خريف العمر. مش كل شجرة بيقع عليها في الخريف. لا بس اللي حاصل معانا غير كده. شجرتنا من النوع اللي بيقع ورقه. قهوة المعاشات يا عباس يا اخويا شجرة في عز الخريف كل لحظة بيقع منها ورقة. ايه راح فين؟ كشف الانصراف وانصرف. محدش مخلد يا عباس يا اخويا. وصلنا خريف العمر. مش كل شجرة بيقع عليها في الخريف. لا بس اللي حاصل معانا غير كده. شجرتنا من النوع اللي بيقع ورقه. قهوة المعاشات يا عباس يا اخويا شجرة في عز الخريف كل لحظة بيقع منها ورقة. ايه راح فين؟ شوف يا حبيبي احنا عايزين مراجع. مراجع اصابات.
انا افتكرت مراجع يعني مراجع لغه عربيه. لا 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 يا حبيبي، احنا كل الشغل عندنا هنا speak English, parler français, parler italiano, arabo ma fils. فهمتوا؟ أنا جاي بخصوص الإعلان الموجود بره. الحقيقة المطلوب كيس، لكن كيس في عرفنا يعني بنت، وعشان كده أنت ما تنفعش الوظيفة دي. أهلا سعادة البيه. أهلا وسهلا. في حاجة عجبت سيادتك في الفاترينة؟ لا أنا عايز أقابل صاحب المحل. أهلا وسهلا، اتفضل هو موجود. اتفضل. لا ما انا اصلي قريت الاعلان اللي بره. حضرتك متاكد انك قريت الاعلان ولا تحب تعيد نظر تاني؟ لا يا فندم قريت الاعلان اللي بره. متاكد؟ يا ابني انا بقالي 40 سنه بدرس الناس تاريخ. يعني حضرتك مدرس واتحلت على المعاش؟ الشغل مش عيب يا ابني. ايوه بس احنا عاوزين بياع مش مدير. انا ما عنديش اي مانع ابدا، انما اذا كان حضرتك عندك مانع ده يبقى وضع تاني. ايوه بس حضرتك عارف دي اجرتها كام في الشهر؟ كام يا فندم؟ 5 جنيه. الحمد لله رضا. على خيره الله. تحب تستلم الشغل دلوقتي ولا بكره؟ لا يا فندم، خير البر عاجله، نستلم من دلوقتي. مبروك على الوظيفة ولا على الجزمة الجديدة؟ أيوة الله صحيح، دي جديدة. أصل أصحاب المحل هي أصحاب الشركة اللي أنا بشتغل فيها ما يقبلوش أبدا إن حد يشتغل عندهم وهو لابس بقى جزمة قديمة، فدوني الجزمة دي. ادوك إيه يا بابا؟ إيه وادي ادوني إيه؟ ادوني فلوس. ولما أخدت الفلوس اشتريت الجزمة دي. كريم ربنا. لو إيه بقى؟ هناك عينك ما تشوف إلا النور. المرتب زي المعاش بالظبط، يعني لما المعاش يتصرف يبقى المرتب على المعاش الحمد لله هتبقى حاجه فل خالص. يا سلام يا بيه، هايله زي الجوانتي، كانها متفصله على حضرتك تمام. يا فندم حضرتك بتبص لي كده ليه، في حاجه؟ انا شكلك مش غريب عليا. تقصد ايه يا فندم؟ متهيألي كده اني شفتك قبل كده، فيك شبه كبير من مدرس كان بيدرس لها تاريخ واحنا تلامذه صغيرين. هو يخلع من الشبه 40 يا فندم. ها مين عالم هو فين دلوقتي؟ كان اسمه عباس افندي، تلاقيه دلوقتي الله يرحمه. الله يرحمه. لف لك الجزء يا فندم. ولا لا يا اختي اشمعنى انت؟ انا كسبان. ماما مش هتقولي لبابا على عادل؟ سي عباس في خبر هيفرحك. خير؟ جه عريس لدولة وهتفرح اكتر.